ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن